ببشارات الخير نختتم نشرتنا، إذ شهدت مناطق مختلفة في الدولة هطول أمطار الرحمة مصحوبة ببرق ورعد، وتراوحت الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة لتشمل مناطق عدة، منها شوكة المصيلي، شارع الوطن، طريق الشارقة، كلباء. وأدت هذه الأمطار إلى جريان الأودية وانخفاض درجات الحرارة. هذا وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا، أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، ورطبا ليلا وصباح الأحد مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.